شوف الأجواء قبل انطلاقة المباراة النهائية، في تركيز، في حضور جماهيري قوي، الكل يبحث عن رفع اللقب اليوم ولا يريد إهدار الفرصة. لا تذهبوا بعيدا، سنكون معكم بعد قليل مباشرة من ملعب واندا ميتروبوليتانو. مشاهدين الكرام، تحياتي، محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. على بعد لحظات قليلة جدا من نهائي كأس إسبانيا، الملكي ريال مدريد يواجه فريق أتلتيك بلباو. المشوار لم يكن سهلا، الطريق لم يكن ممهدا في كأس إسبانيا حتى الوصول للنهائي. الآن مباراة الحسم، اللحظات الأخيرة، من سيتوج بالتأكيد ويرفع الكأس لدخول التاريخ؟ هي مباراة كل شيء في هذه البطولة، والكل عليه أن يقدم أفضل ما لديه. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، إيدير ميليتو سيلعب إلى جانب يالابا في خط الدفاع، توني كروس سيبدأ مع كاسيميرو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. فريق ينتظر في الخلف ويتلقى ويتحمل كل الضغط من أجل أن تظهر مساحات في أرضية الملعب، وبعد ذلك ينطلق لاعبوه باتجاه المرمى. كرات مرتدة يتميز من خلالها الفريق، سلاح مهم جدا في مباراة اليوم. أتلتيكو بلباو واحد من أعرق الأندية في إسبانيا، واحد من الفرق المؤسسة لبطولة الدوري المحلي، يسبق للهبوط للدرجة الأدنى مطلقا رفقة برشلونة وريال مدريد. أمال كبيرة لمشاهدة مباراة مثيرة مع ضربة البداية. يتقدم باتجاه المرمى، يسترد الكرة في منطقته. رودريجو، كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. ويليامز، كرة ترتد من القائم، الكرة في المرمى، مرة تعدد حارس المرمى. شوف الإعادة، شوف التوفيق في كرة القدم، كان ممكن تضرب في القائم وتخرج لكنها ضربت القائم ودخلت إلى الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. خارج الملعب، رمية تماس، إيكر مونياين يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. تمريرة من بنزيما، الكرة بتنقطع. رمية تماس للميرينجي، بيرلا ميندي، ميندي يفقد الاستحواذ لمصلحة المنافس. تمريرات جيدة من أتلتيك بلباو، عرضية في المنطقة، إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة.
حكم يحتسب تسلل، راح نشوف هذه من النظرة الأولى، واضح أن اللاعب كان على نفس خط الدفاع. رأي صحيحة من الحكم، تمركز اللاعب كان قريب جدا من المدافع، لكن الإعادة توضح أن قرار صائب وسليم من حكم المباراة. ضاعت الكرة من لوكا مودريج. جميل الكرة البينية، الله على النظرة، تحولت للفريق الخصم. الدفاع يفضل ابعاد الكرة بعيدا عن المرمى. حكم يحتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء. يتقدم بنزيما لتسديد الكرة. الله على التنفيذ، ركلة جزاء لا تعطي حارس المرمى فرصة. نتابع إعادة الهدف ونشوف المواجهة الثنائية في ركلة الجزاء. الارتمام والتسديدة في نفس الجهة، لكن الكرة تدخل في الزاوية العلوية بعيدا عن حارس المرمى. هدف تعديل الكفة، تعادل إيجابي 1-1. كاسيميرو يتدخل، الله على قطع الكرة. هجمة مع ريال مدريد. ويليامز، بالينزياغا، كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. قبل ما يخرج من صدمة الهدف الأول، قبل ما يرتب صفوفه، استقبل الثاني. دقائق في غاية الصعوبة. سعادة واضحة على وجه المدرب كارلو أنشيلوتي وبعد التقدم في النتيجة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. نزلت الكرة في الملعب وفيها خطورة. مونيايين، تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. شوف حارس المرمى يدافع عن المرمى ببسالة. قرار سليم من الحكم بعدم تعطيل هجمة ريال مدريد. رودريجو يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. استحواذ كبير من أتلتيك بالباو مشاهدين على الكرة في هذه المباراة، لكن نستطيع أن نقول بأنها سيطرة سلبية لا تحقق المرجو منها حتى الآن. حتى اللحظة لا يشكل الفريق أي تهديد حقيقي على مرمى الخصم، ويبدو غير قادر على اختراق الدفاع. عليه أن يلعب بطريقة مباشرة على المرمى وبصورة أسرع وأكثر جرأة في الثلث الأخير. يتخلص فيها من المدافع اللي كان مراقبه في اللقطة الماضية. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. حكم يشير إلى دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضايع. يدخل إلى عمق الملعب. رودريجو. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 2-1. إذن الفريق استغل الشوط الأول جيداً وخرج منتصراً، لكن أعتقد بأن الحديث الآن عن ركلة الجزاء التي هل كانت صحيحة أم لا؟ هذا أمر حقيقة متروك للمحللين للاستوديو، متروك لكم، لكن المهم بأن الفريق استغلها وسجل. شوط أول كان لمصلحة الريال، ننتظر ونشاهد ماذا سيحدث في الشوط الثاني. ممتاز المرور، بيعدي بيتخلص من الرقابة، يمنع عبور التصويبة. راؤول جارسيا يبحثون عن التعادل ولكن بدون استعجال في الهجوم. ليكوي
عرضية داخل البوكس. ديفيد ألابا بيخلص الكرة. فينيسيوس. إيكر مونياين. رمية تماس للريال. أتلتيك بالباو يجري تبديل الآن. توني كروس. بيرلا ميندي. ضاعت العرضية، راحت للفريق الخصم. في خطأ هنا بسبب لمسة اليد. بيلعبها في مكان. حكم يحتسب لمسة يد في مكان خطير، ممكن يشكل خطورة الآن. الكرة الثابتة، الله على حارس المرمى، في الميعاد نجح في التصدي. داني غارسيا. كرة بتتجاوز الخط في المباراة. فينيسيوس. كريم بنزيما. وفرصة هدف الآن. ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على هذا التصدي للكرة من هذه المسافة. كان بإمكان أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل. عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. إينكو مارتينيز. يا راي. داني غارسيا. بالزياغا. عرضية للقائم القريب. ابعاد سيء للخطا، ما زالت خطيرة. صفرة والحكم يعود لاحتساب الخطأ. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب، على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات. المدرب يدفع بلاعب بديل في محاولة الحفاظ على التقدم وعلى رتم الفريق أيضا لمصلحته. ركلة ثابتة أخطر في رأيي من الركلة الركنية. تلعب داخل منطقة الجزاء. كرة كانت خطيرة، أبعدها في الوقت المناسب. بعيدة جدا عن المرمى، تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز للدقة، ركز فقط على القوة. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. حلو التدخل واعتراض الكرة. إيكر مونياين. آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على تنظيم اللعب، الله على محاولة بناء هذه الفرصة والعودة في النتيجة. يتجاوز الدفاع، ينطلق، يتقدم فيها بدون رقابة. عرضية في وسط البوك، لكن حارس المرمى هنا يتمكن من الإمساك بالكرة وينهي الخطورة. بينية لكن أقوى من اللازم في طريقها لحارس المرمى. الحكم يعلن عن إضافة دقيقتين. حتى الإمكانية هنا. دي ماركوس. لا ممكن يلعب لك كرة عرضية. فرصة إدراك التعادل من الركنية في الدقائق الأخيرة.
واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. مستحيل مستحيل، عادوا في وقت لا يعود فيه إلا الكبار، لم يرفعوا الراية البيضاء بالروح. المباراة ما تروح ما تروح ما تروح. نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت وبرأسية مثالية حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. هدف التعادل يترك تأثيرا واضحا للمدرب كارلو أنشيلوتي، علامات الإحباط واضحة الآن نشاهدها عليه. خلاص انتهى الوقت، انتهت التسعين دقيقة بين الفريقين بانتظار اشواط اضافية لتحديد الفائز في مباراة اليوم. تتواصل الاثارة مع انطلاق الشوط الاضافي الاول بانتظار الحسم في قادم الدقائق. تمريرات جيدة من أتلتيك بلباو، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. أوهو، حارس المرمى طار، حلق، تصدى لهذه الكرة. بيلعب الكرة الوسط 18، حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعد هذه الكرة. يوري، فرصة خطيرة في هذه اللحظات. راؤول غارسيا، عرضية مقطوعة من توني كروز. رودريجو، كرة مع فالفيردي خارج الملعب وركلة مرمى، كرة بتعدي بجانب المرمى بدون أي مشاكل. يتقدم إلى الأمام لكن ضاعت الهجمة هنا وتأتي الخطورة. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. يتقدم بالكرة، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. ممتاز الحارس في التصدي لهذه الكرة. الآن ينتهي الشوط الإضافي الأول والتعادل مستمر بين الفريقين. خمستاشر دقيقة إضافية من الإثارة المتواصلة وانطلاق شوط إضافي ثاني. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. تمريرات جيدة من أتلتيك بلباو. سيئة الكرة العرضية، افتقدت للدقة، مرت من الجميع. عرضية ولكن من نصيب الحارس. ونحن على اعتاب النهاية، الجماهير تحرك المدرج بكل قوة، تدفع الفريق لتسجيل هدف الفوز. دقائق مجنونة تعيشها المباراة. مينتي يفقد الاستحواذ لمصلحة المنافس، كيف راح يتصرف فيها؟ تخرج الكرة إلى ضربة مرمى. إذا تبديل يجريه الفريق الآن. Con el 21, Rodrigo. Entrará en su lugar con el 7, Jaka.
متبقي حتى الآن 3 دقائق من عمر اللقاء. جميل الكرة البينية من بنزيما. الله على هذا التصدي، ممتاز حارس المرمى، برافو. كرة في اللقطة الماضية، تعادل يستمر بعد فرصة كادت أن تحسم الأمور. انتهت المباراة ويتأجل حسم نهائي كأس إسبانيا لركلات الترجيح لتحديد هوية البطل. حمل كبير جدا ومسؤولية تقع على عاتق اللاعب باستعداده لتنفيذ الركلة الأولى. الله على التصدي، حارس المرمى في المكان المناسب، تصدي وردة فعل سريعة، تصدي رائع من حارس المرمى. لابد أن يحافظ على تركيزه في هذه اللحظات. بثقة كبيرة يا عيني على الكرة، يضع الكرة في الشباك. أوه، الكرة ترتد من العارضة، تسديدة غير مركزة في الأساس. الله يا فنان، في 90 ركلة ترجيحية من الصعب التصدي لها. بأعصاب باردة يسدد ركلة الترجيح، يسقطها في المرمى. ركلة ترجيح مميزة، الله على الثقة، يا عيني على الهدوء في التنفيذ. أي ضغوطات، أي الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. لو نفذها بنجاح سيفوز الفريق. والآن تنتهي الحكاية، ماراثون المباراة النهائية، ندية وتنافس حتى وصلنا لركلات الترجيح لتحديد البطل. البعض قد يتحدث عن الحظ والتوفيق، لكن هذه الأمور لا تأتي إلا بالتركيز والإرادة في الملعب. مبروك الانتصار، هذه هي النهائيات، تفوز بأي شكل وبأي طريقة. في النهاية ستكون الاحتفالات واحدة، لأنه احتفال باللقب وليس مجرد احتفال بالفوز. هنا مباراة كبيرة استمتعنا فيها، شد وجد وندية بين الطرفين حتى النهاية. لا يسعنا إلا أن نقول حظ أوفر للوصيف، وأن نبارك للبطل. هذه هي كرة القدم، وهذه هي متعتها. كل العيون على منصة التتويج، يتوجه اللاعبون إلى استلام الميدالية الذهبية. الكل ينتظر القائد الذي سيرفع اللقب. أجواء كبيرة في الملعب، الجماهير تعيش في حالة سعادة غير عادية وهي تنتظر فريقها يتوج بالذهب. ليس هناك أجمل من مشاهدة فريقك المفضل على منصات التتويج. مبروك لكل الفائزين. لحظات لا تنسى في الملعب، اللاعبون يقومون بدور الجمهور الآن ويوجهون التحية للعشاق، للأنصار، للداعمين، للمساندين، لهذه الجماهير التي تحضر إلى هنا. تحية واجبة لكل هذه الجماهير، تعطيك مفهوم كرة القدم والعلاقة بين اللاعب والجمهور. الآن صورة الأبطال، الصورة التي ستظل في الأذهان، الصورة التي ستبقى في التاريخ، الصورة التي ستحفر مع كأس البطولة على مر السنوات.